آدمي نوع مكلف، وواجهت حضرموت الاقتصادية من جديد في ممارسة نشاطه التجاري والملاحي بصورة طبيعية للغاية بعد الأحداث التي عاشتها المدينة خلال الأيام القليلة الماضية والمواجهات المسلحة بين مسلحي تنظيم القاعدة وقوات الجيش الوطني ووحدات النخبة الحضرمية المدعومة من قبل قوات التحالف العربي، والتي انتهت بتحرير الجيش للمكلا وفرض سيطرته على كافة المؤسسات والمرافق فيها وعلى رأسها الميناء. ميناء المكلا من الأماكن الهامة جدا، العمل يسير في هذا الميناء بصورة طبيعية ولم نغير أي شيء سوى أننا نوفر الأمن والأمان لكل إنسان مرتبط بعمل في هذا الميناء. نشاط الميناء نشاطه مستمر ودؤوب، وزي العادة نحن بدأنا العمل واستمرينا في تفريغ عدد من الشحنات في الميناء في ظل هذه الظروف التي نعتبرها هي أفضل الآن من ناحية أمنية. أحب أوجه رسالة للتجار بأن يستمروا في نقل بضائعهم عبر الميناء المكلا، والوضع طيب والأمور طيبة إن شاء الله ولا في أي مشكلة. فميناء المكلا لم يعد اليوم ذلك الميناء الصغير الذي حرص نظام المخلوع صالح لعقود على تهميشه وإبقاء نشاطه منحصرا على الإسمنت والحديد وغيرها من مواد البناء، بل أصبح محطة لعشرات السفن التجارية والخشبية التي تصله يوميا وتحمل على ظهرها جل احتياجات البلاد من المشتقات النفطية والمواد الغذائية. فالموقع الاستراتيجي والأحداث الجارية في البلاد دفعت الميناء رغم افتقاره للكثير من الإمكانات أن يحتل لنفسه أهمية كبرى، جعلت منه الرئة البحرية التي يتنفس منها اليمنيون في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها بقية موانئ البلاد. وربما هذا ما أراد محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك تأكيده من خلال جعل أول زياراته الميدانية في المدينة بعد تحريرها من نصيب الميناء. لم يتأثر نشاط التجاري لميناء المكلا بالأحداث، بل تستمر الحركة كما هي، وسط توقعات بأن يشهد الميناء خلال الفترة المقبلة نشاط أكبر. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، ميناء المكلا.